مساء الخير عليكم، واهلا وسهلا بفيديو تاني من فروع بيانو. النهارده هنقدم شويه اصوات من الميدلي طنط زين، اللي هو السكيل بتاعه السايق بره. طبعا جهاز في منتهى الروعه، في منتهى الروعه فعلا. خلينا نجرب شويه اصوات. المره اللي فاتت عملنا لكم فيديو باصوات الكمانجات، نراجع مراجعه سريعه عليها. الاصوات دي اللي انتوا بتسمعوها من غير برنامج، ما بالكم بقى لو حطينا البرنامج وسمعنا الكواليتي هيبقى. طبعا الاكسبنشن لما بيتحط الباور بتاع الجهاز بيضرب اكتر، والاصوات بتبقى قويه اكتر من كده. وفي طبعا اصوات الشعبي كلها بتاعت اليماها 3000 وال 5000 محطوط عليه. لو عجبك الفيديو دوس معانا لايك، اشترك معانا في القناه، هيوصلك كل ما هو جديد من بيانو ستوديو.